إبا وحر إن الله إلهي فالق الحب والنوى حبد الراشين كأهدولك كصوب حيث يلفت مرادك كالد اللاعي وي يخرج الحي من الميت كنالبو كصوب صارا كل انتي حقي ومخرج الميت من الحي كل انتي نوحو كصوب سيبا يا كنال حقي ذلكم الله كي ناس فوين كامت المام هاله وإلهي فأنا توفكون حق الإذن وإذارنا يا توحيدك فالق الإصباح واغا كبري يوي الله وجعل الليل سكنا هبين كينا وحو كرغا مدل حسره والشمس والقمر حسبانا قل رح دي يدي حنا وحو كرغا كووح لغو حساب صدو ذلك أرمها أركيسان تقدير العزيز وإله أود بضن قرشه سيها بينتيسي العليم يا علمي قبضنا وهو الذي وإلهي جعل لكم ذين بوري النجوم حدقها لتهتدوا بها سيا حدقها وغها نونتان في ظلمات البر والبحر برغ إيبادة وقل عركودة سيا حدقها وغها نونتان قد فصلنا الآيات آيادها وحنوع العدين لقوم يعلمون داد قرانا يو علم له وهو الذي وإلهي الله أنشأكم من نفس واحدة وحيد كابور نفكلي أو آدم فمستقر ومستودع وحيد كمدة مد كسوغان رحمك هويو يمد كسوغان تقوغ آبها قد فصلنا الآيات آيادها وحنوع العدين لقوم يفقهون داد فهمية وهو الذي وإلهي الله أنزل من السماء ماء حقك ربيوك سودتي فأخرجنا به بيه وحن قصو صار نبول هيد نبات كل شيء وحو الأصاب حرع فأخرجنا منه وحن قصو صار نوحي صوب حي خضرا شيء عقارا نخرج منه عقار كان وحن قصو صارينا حبا متراكبا فيري استل صارا راشي اسكشيلنا اسلها ورطي ومن النخل جيت مراتك من طلعها وبحيدنا وحانو كسوغنادي قنوان رعب الله دانية سودوات وجنات بيران صوت بيه كسو صارني ومن عناب عنبه هالكينو عنب كنلاانو والزيتون يسيتون كالايدا والرمان يرمان كالايدا مشتبها اسقو اسوغ مدها صوبحي وغير متشابه يا إسقاط آن السواجين كلا الدوان لبذا بواليه انظروا إلى ثمره مره سأجا إذا أثمر مركو مريستو وينعه بسيل كيس سأجا مركو بسلاط إن في ذلكم كنا لئذين صار شجا وحئذين كسوجنا كهليسان لآيات على ما ووين إلى هيدن تصية لقوم يؤمنون تظل يقانوا إلى الرومين ينفعيا شنتا آيادات عرب كائن مريني وحا كتر لبا إيا توبان قدرو لبا إيا توبان الرماد أو وين وأوده إله إلا حريرة سبحانه وتعالى وحينو كردين أيان أودها إنو أركينا علمي إيا فقه إيا إيمان سكرا دي لوردغو أقون إيا قراد دير إيا الله يقانمو انت ابا اسكمل هنا آيات كا الهي وكشاقايو علمي اينا انو كردين ايان وحلق فهمي قد فصلنا الآيات اللي قومي يعلمون آيات تضبية سقاش وعلمي هيا لقه لي ان فقه اللي فهمي ايان او آدقراتكو كوكب عيو مسكحضو مسكحضو هذا يوحو وين فهمي سنة آيات دا كحكتا الهي وكعد ايو قد فصلنا الآيات اللي قومي يفقهون هذا العلم نيالشت فهم نيالته إيمانون باكو صاهر الدون مركا إيمان بعد يالنو آيات أودن بيسأك إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ساسيوك لا دلنا يا ومذيبا متكلا أي نتيجة كتاي مركا وراء قفكو علم بو يالنا يا كدبنا فهم باكو حيقية
labadaasina waa inay ku faa'iideeyaan iimaan. Si kale hadaynu eegno saddex arrimood ayaa ay ka hadlayaan cilmiga laga helo iyo cilmigaas laga faa'iideystay saddexdaa meelood inuu arrimahan aayaadku ay sheegayaan u anfaco. Waa aqoontii beeraha, waa aqoontii falaga, waa aqoontii cilmiga caafimaadka. Marka waxaa laga doonayaa dhakhaatiirta ku takhasusay cilmiga caafimaadka iyo khubarada cilmiga beeraha iyo khubarada falakiyiinta iyo meerayaasha intuba markay aqoonta arkaan cilmiga tajriibiga tijaabada ay ku soo taabteen iyo cajaa'ibtiisa ay arkaan inay fiqhigan iyo iimaankan helaan. Marka aqoonta maadiga ah aynu qaadanayno, haddii cilmiga aad heshay uu kuu kordhiyo fahamka Ilaahay uu noo tilmaamayo oo dabeetana uu kugu haga iimaanka Ilaahay rumayntiisa subxaana wa tacaala, cilmigii tajriibiga ahaa ama maadiga ahaad baranaysay waxaad ka heli kartaa ajri iyo abaalmarin. Kol hadduu Ilaahay daliil kuugu noqdo, Ilaahay uu ku tusay subxaana wa tacaala, ilaa waxii maa laga kasbanaya. Hadduu taa ku tusi waayana, dee diinta Ilaahay buu kaa mashquuleeyo, wax faa'iidaa ma yeelanaya markaa. Ilaa culumtu waa saddexoo cilmi mar walba ammaan leh, waa cilmiga samaawiga waxyiga barashadiisu, iyo cilmi mar walba aad leh waa cilmiga falsafada iyo sixirka, isaga iyo ciddii barataaba aad bay ku leeyihin iyo dembi, iyo cilmi marna isaga iyo ehelkiisuba ay ammaan leeyihiin marna ay aad leeyihiin waa cilmiga maadiga la baranayo. Dhammaanta laynagu addoonsadee sidaa loo ordaya diintiiba loo seegay. Marka aqoonta maadigaad baranayso, markaad u baranayso inay Ilaahay ku barto subxaana wa tacaala, ummadaada aad ugu adeegtid, adigu wax fiican aad ku kororsatid, hadafkaagu markuu caynkaa yahay, ajri baad ka helaysaa barashadeeda culumta maadiga ah. Haddii taa ay seegtana oo diinta ay ku seejiso, salaada ay ku seejiso, fii sabiilihim guri cuncunoon aad ku raadsatid, bal aad waxaad cunto un heshid iyo shaqo, hadday arrinkaaga ururana aad baad ku yeelanaysa. Ood faatixadii baran weyd, ood salaadii baran weyd, ood diintii baran weyd, ood isaguna suxulduubayso ibtidaayigii iyo sekandarigii iyo jaamacaddii iyo VHD iyo shaqadii maxaad kordhisay, maxaba maad kordhin. Culumta maadiga ah waxaynu daliishanaynaa liqowmin yaclamuun, waa cilmi. Beeraha markuu Ilaahay ka hadlaya subxaana wa tacaala maxaa inoo muujinaya? Dee balo fiirso, ina allaha faaliqu lxabi wannawa, waa midhii dhulka lagu aasoo soo baxaya. Fa akhrajnaa bihi nabaata kulli shayin fa akhrajnaa minhu khadira, intan oo dhan waa beerihii oo baxaya oo la beerayo. فلقي مريش فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ومريش حدقها قراحة ضيحة وحاول ايقا يؤردن يدراس ذها لقو الصمين علمي لقى فايدة نرش إنسانك يهلكو إلهي كسو أبو ري كسو بلابية مرحلة ذها ومريو يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وانا رشي إنسان تيوه الرئيس النبي آدم إيا تين نبا سيدا سوى يو علوم تلين هذا الصينيسك إيا تشابة بني آدم كوكوها ولي هاي وحبضان الله يا بضان وقفك الدراسية كوها ولنا آدم كور قلع qalabka adeegsanaya wax badan oo la yaab leh buu ku arkaya yada alqudra, awoodi Ilaahay uu ka arkayo subxaana wa tacaala. Sidaa daraadeed baa Ilaahay markuu ka waramayay nolosha iyo asalkeeda waxa uu jacalnaa min almaai kulla shayin xay, wax kastoo noolba biyaanu ka keeno asal u ah. Maxaa ku xiga aayadda gabagabadeeda afalaa yu'minuun, hataa maxay iimaan uga kasban waaye markay noolaha daraaseeyeen ay arkeen asalkiisu inuu biyo yahay, maxay halkaa iimaan uga kasban waaye daraasada ay sameeyeen? Waa saas weyn. Marka 12 arrimood ee saddexdaa cilmi ku salaysan intuba waxay yihiin waa adiladii Ilaahay subxaana wa tacaala, jiritaanka Ilaahay, maamulkiisa wanaagsan, inuu yahay khaaliqa intanba abuuray, intaasoo dhan bay daliil u yihiin. Shaaciraa wuxuu wa fii kulli shayin aayatu تدل على أنه الواحد، وح كستود يكتع عالم كان آيات باقصة وح إلهي على بوا وشريتانك إلهي إنت صورنا كنت سنية وحدانية ديس تدل على أنه الواحد
inuu ilaahay kaliya un bay intaas ku tusinaysa. Walaa bani aadam baan gacan ku lahayn, walaa jin baan ku lahayn, walaa dabeecad baan ku lahayn. Intaasu waa macnaha ijmaaliga. Haddaynu dib ugu soo noqonno, ina allaha faaliqu lxabbi wannawa, waa caalamkaynu ku nool ilaahay noo sharxaya inaynu isha u jeedinno. Xabadu waa raashinkan aynu ku ridno dhulka asiirka ah ee la beerayo. Annawa si gaara waa laftimireeda. Marka horeed saa u eegto ma kala dilacsana, way duuduubayno, dhulkun baa lagu ridayaa, halkaasay biyaha ku cabayaan, mid waliba qac buu odhanayaa, afku kala qaadaya, kadibna geed yaroo caaro toosan ayuunbaa ka soo boodaya, oo midna geed timiraadka weyn noqday, midna xabadan aalaha ahe balku balka aan noqday. Marka u fiirso ilaahay baa saa u kala dilaaciya, iskamuu dilaacin. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. مرنا نوله بو كسو ساري مد انتي مرنا كي دنتي با نوله كسو بحي كل با كمنتو اي كو ترتا لغا سو بحي دي سكلا دو غران ويدا حق اعرابك مركا كل نول با كسو دح بوضي مد انتي قال كاسو دنتي مد مؤمن ابو دلائي لو بلا ايمان او ميت مؤمن بو دلائي xabadda halkaa taalle ee duuduuban ee beedka ah innaga muuqaalkeenna dee markaan jihaas la isticmaalin agaba la isticmaalin waa wax dee wax dhintoo kaluu ka dhigan yahay ogxan oo dhabi xayawaankii qaybina waa waluud qaybina waa bayuud ayaa la yidhaah qaybi ilmay dhalaysaa qaybina beed bay dhalaya waxa beedka dhalaa aada buu badan yahay kullu samuukhin bayuud wa kullu aduunin waluud baa la yidhaah dab daabid baa caynkaa odhanaya xayawaanka qaybta samuukha ahee aan dhagaha lahayn beed bay dhalaan qaybtooda aduunka ahee dhagaha lihiina waa waluud oo ilmay dhalaan muuqanaya haba yaryaraada hadduu doonaya marka beedkii halkaas yaallay qac unbuu odhanayaa shimbir baaba ka soo boodayba ama xayawaan nool wa mukhriju lmayita mayiti min alxay kii dhintayna isagana mid nool baa uu ka soo dhex baxayaayo dee tii un cagsigeeda haddii aad xagga kale u rogto xabadii digaagadahayda soconaysay dee beedkaa meyidkaa ka soo booday ama tii horeynu sheegnay cagsigeed tusaalayaashu way badan kuwaasaa ka mida yaa ka soo saaray dee iskamay soo bixin sidan ay idhaahdaan saasaa la yeelay markay ka warramaya waxay kuoranaya sidaasaa la yeelay saasaa la yeelaa saasaa lagu arkaa ilaahay baa yeela marka kolka horena isnaadka eeg faaliq waa ilaahay iminkana yukhrij isagaa soo saara yukhrij waa mukhrij arrimahan isnaadku ilaahay buu u tiirsan ilaahay baa sidan yeela saasaa daraaddeed baa lagu yihi dhaalikum ullaahu fa annaa tuufakuun ka intaasu awoodoodli waa ilaahii niye xaggee laydiin weydaariyay xaqa maxaa u rumayn weydeen canaan wey xagga falagiyo meerayaasha eegoo faaliqu lisbaaxi wajacala alleyla sakana waaguu bariyaa waagii aynu sugayna aynu aada ugu baahannahay si aynu muraadiyadeenna u qabsanno qac ilaaha ka siiya iftiimiya lagu farxaa waa alleh subxaanahu wa tacaala ilaaha waaga bariyo dadku ay u baahan yihiin waa isaga habeenkii wuxuu ka dhigay mid sakana maxalla sakan waa wakhti la nasto habeenka maalinkiina wuxuu ka dhigay mid macaasho la shaqo tago bani aadamkaa nasta oo xayawaankaa nasta habeenkii oo dhirtaa nastata wax waliba nasashadaas uu baahan yahay nasashada habeenkii iyo ta maalintiina iskuba mid maahaba nafiska iyo nasashada nooluhu uu ka helo habeenkii sida daraasadaha cilmiga akhiiran ay samaynayaan waa mid aan la mid ahayn ta maalinkii haddaad 10 saacadood maalinkii seexato labada habeenkii baa ka faa'iido badan marka sidaana laylka iska ilaaliyaad silicne waa qolada qayshe asxaab albalwa dadka balwadu waxay ku odhanayaan intii habeenkii maalintii ay iga filan kaaga filaan mayso 10 habeennimo ilaa 2 habeennimo 4 saacadood insaanku hurdada uu helo ama nooluhuba waa sakankaa ilaahay uu sheegay wax u dhigmi karaaba ma jiro iyo caawimo uu meel kale jirka insaanku ka heli karo waana labada in ilaahay uu nafaray inaynu seexanno inaan sooba jeedinba cishaaigana ugu dambeyn waxaa la tukanayaa 10 habeennimo salaada salaatuleylkana waxaa loo kacaa thuluthuleyl oo ka bilaabmaya halkee 2 habeennimo 4 u dhaxaysa xaggaa horena salaadii faralka ah xagga dambena salaatuleylkii kac 2 habeennimo 4 ka dhexeeyana waa sakana xikmadi ilaahay subxaanahu watacaala qoraxdii iyo dayaxiina waa xusbaanan maxalla alxusbaan
ومال وح لو حساب صلاة لتعلموا عدد السنين والحساب سنة ترى ذي حساب تلاقو قرطاء وحان سويدارنا إني ويا مركينو توقيت قال إنه وسمي وحيت المام يسافر سما ذا إلهي ونكسنا وحبيت سويدارنا يسدا لقو شيء تق ذلك تقدير العزيز العليم إله عزيز عليم كتقدير كيسوي قدر يقدر تقديرا وقرشين وهبين وهجاتين صوص عوليتان ومباد كسي دحتر تافلق وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها جعل لكم إذنكو إذن يا الله ركاب حين أركينا وحو عالم كنكو أبو رأي أرمي إنكو مصلحات يدين إنويه عالم كاس صرنا وحكو أبو رأي إذن كابل إذن سمي إذن لليه سبحانه وتعالى مركا وحي إنويه إنكو إنكو هنونا إنو قد عرك بضا إيا قد عرك برية قرآن كوحو تلمام السادة حرمو دين الله أبو ريح الدقاء مثال كان إلهي وكشاك وبالنجم هم يهتدون نواجرت آية دي كلا حد قدد كوي كوهنونا وعاكلو إلهي وكرده زينة قرح وحي قرحنا يا سمدا مالسدا أصفي سنية مالسدا ولالالي سؤال انتاسو ولولا يلي اسكم مدماها مركا حد يقول سمدا قرحيا شياطين تنا إلهي و كد فاعا وكان كان تعالوا غدغا وكسو داديو ولقد زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد مركز زينة وين حفظا وين تهتدوا صدح لا وحيانا هين عده كشيكتا وي قلدن تبيلين علماء التفسير وي صدح دو الهي نو شيق قران كدخديسا سلاس حيدك با لعابودا اما حيدك با روب هيا اما داي خيبا وحن سميه يو حيدك لا غدغلي والوريريسا كيف بتكون عايز قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون آياته هو نعد عدين قرى علم له وقرنية علمي بالغة معاشي هلكا نولوشي إنسان كوكالا يو إنقبا إنقو صافسن يا سلكيني وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة إذن كوحيد كابوري نفك لي مع هو يدين حاو أن نفتس كابوري وأنا النبي آدم عليه السلام وحاضر كيسير بني آدم أنت يسوي دارنية الدول بأسعود وحيد ونان شاكتي هل كاسي كسو تيلا أود إلهي وي سبحانه وتعالى مركضتك لبن بيوقي بسينه فمستقر ومستودع مدواء مستقر وحو كسو غي هاي الدنيا ذو كسو غي ومستقر هل كانو تشوغا مدينة ومستقر ومستودع وحو كسو غي حواش ألاب تصوق alaabta qayb mustawdacay taala stork qaybina banaanka ay taala marka qayb inaga midi banaanka yaala qaybina storka aakhiray si taala ee loo si socdo oo waa qabriga qayb kamidii waxa weeye mustaqaro way soo diyaar garoodeeno abuurkii bay soo galeeno rahimka hooyada ay ku sugeen qayb kamidina wali storka aabahay ku jiraan waa mustawdac iyaguna oo tagooga aabahay soo socda ya wala may talbayno leen may naga iswadna ma nin baad iska dhigi karta ma gabadh baad iska dhigi karta midabkeed isu yeelaysa ma dhameystaad noqonaysa ma dhic isbaad noqonaysa waxa gacan kuma lihid inta bay ilaahay baa wada subhanahu wa ta'ala qad fasalna laayati liqawmi yafqahoon marka culumta noocaas insaanka la xiriira iyo marka baaritaan lagu sameeyo min ajabil makhluqat bukabidi qofka bani aadamka yaabku ilaahay wa buray la yaabkiis makhluqatka kuwa ugu yaab badan way beeriba haddana u soo galeysa iyo barwaaqada iyo baraaraha aynu ka helaynaayo isbedelada wa huwa alladhi wa uslubki aynu wa huwa baa arkaysa wa taqriirki wa ilaahay u sugeeyay weey aba ka murmaane wa huwa alladhi anzala min as-samaa'i maa samaa'u hala ila kullu maa yasmu'u ank wixi ka sareeyaba waa samo marka daruuri sareeyba inaga xigaaniyo kor biyuun bu ka soo shubay iskama soo shubmaan biyuu ilaahay baa soo shubay taquna iskama soo baxay nabaadku yafa akhrajna bihi nabata kulli shay wahu wala soo baxaba biyaas ilaahay ku soo saaray wa biya barakeysan oo lamid ahayn kuwa kale meelahan laga soo dhuro marku nabaadki soo baxay bar siduu isu sii dabahayeg fa akhrajna minhu khadira min cagaaran baa ka soo boodo waa geedkii cagaarna balki cagaarna ayaa nabaadki uu cagaar buu isu rogay thumma خضر نخرج منه حبا هذا نجيت كي حبتي بلكه هيدي لانتي بحري
xubuub baa saaran midho wax laga cunayo midhaha muuqaalkooda eeg mutaraakiban bal iminka hadhuurka iyo baashan kale la yidhaahdo galleyda iyo sidan u eeg boqolka xabo ama ka badane saaran iyo laynlaynkay u taagan yihiin iyo handasada iyo farsamada ilaahay uu dhigay subxaanahu watacaala iyo say isugu cufan yihiin waad eegaysaa markana dee ka shaqaynayso waanaad awoodda ilaahay halkaa ka aragta ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومبتدأ خبرتني وقنوان دانية رعب الله أيا يقول من النخل من طلعها نخيش أي كسر الله ضان رعب وين أو مرسارين أو حكرش ومن النخل من طلعها ولا قصي بدلية قنوان دانية كيت مرت أو حكر الله ضان أو ح وبحينا وحسير دلعي قنوان قنوان كوا بقى كان عيد قجالينا رعبت سداو الله الله ده تمر تبضني سارنت ويدود هاي وصاص ما الله سقرنا يا وجنات من أعناب والزيتون والرمان بيراك دعي برواق بضنا عنبك عنب بينو نقول له زيتون كنا كان أينو نقول زيتون كنا قامنا ما هكذا جوافة لنا عربية زيتون كان لنا معان جوافة على أفعاله السيتون كان هو كير يرى القرآن كل شيء جي مركا استقوا دنانك أو بدن كوب كوب أنا تمر تبقى كير يرى محل الله شيء جي يضرب بير الله شيء جي مير الله شيء جي صدق هذا محل الله شيء جي فإذا ضرب بدن وأنت بدن القرآن كل مرها أو شيء جي أردن أو مجعابه فإذا كشرته في علم الطب طب الأعشاب مركا لا يجو فإذا بقى كشرته النصوص مرها أي مجعابين أردن arinta labaad ee jirta waxa weeye dadkii quraanka uu ku soo degayay ee carabta ah la doonayeen umada gaarsiyaan aad baa u yaqaan faa'idada saddexdan arimood leeyeen wa min dhikri al-khaas ba'da al-aam yada aamilaha uu sheegay bu saddexdan si gaar ah u sheegay mushtabihan wa ghayra mutashabih midaha si qaar isku eegna way leeyeen qaar kala duwanna way leeyeen hada biyo kaliyana waa waraab ilaahay uu ku waraabiyay biyo kaliya lagu waraabiyay hadana way kala duwayeen انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي مريحي سايغا مركو ميرايست بيسيلكي سنه ايغا حي اوتاغنت waxay u taagantahay arina malihid awoodna malihid italna kumalihide iska sugun ilaahay wuxuu kula iska eega unadu iska eega un ana beeray oo soo mireeyay oo soo bisleeyay halkiisa markuu gaaro un deeguro maital kalaad ku leeday wa agjoogata iska eegta agjooga إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون جب جبده وهالك حلا صعدا إذا آياتها القرآن كي إيمان كو كرينا إن آياتها كون جينا وإن إيمان نو كرينا والله أعلم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وحين نكبل بين آيات بقول كم إذا سورة الأنعام قال الله تعالى إلهي بأوحد وجعلوا لله شركاء قال ذو إلهي وحي ويالين سنمياء لعابدان الجنة ويالين كيف يلعابدان بأ وخلقهم يدو إلهين وأبوري وخرقوا له إلهي وحي وأبورين مركل أسميين وبين أبورين بنين وبنات ويلان يقبلون لي هبيرة بغير علم علم الآن دراد سبحانه إلهي إساقا وحا إشيقا كهوفا وتعالى وحو كسر يا عما يصفون وحا إشيقيا بديع السماوات والأرض سموين كي يدولك أيوب بلابا إساقون مالك أيغا أنا يكون له ولد وسيديبو أبضو يالانيا ولم تكن له صاحبة يضان حاسب لهين وخلق كل شيء وهو البنا إسجا أبوري وهو بكل شيء عليم وهو البنا إسجا أكسون ذلكم كي الناس إله أنت أسوء أودود له الله وكل عابد يعباد يش ربكم وخالقين لذن أبوري لا إله إلا هو إلى حق لقوا عابد أمتر كريجي مويان خالق كل شيء وحك استبع إسجا أبوري فاعبدوها أمر وي إسجا عابدها طبعا وهو على كل شيء وكيل وهو ربنا يسقى وكيله أو حفيظة أو إلى لنا لا تدركه الأبصار إنه إلهي مهلا وهو يدرك الأبصار
isaga ayaa indhaha haleela wa huwa latiif alkhabir ilahay waa kiisheena ka qarsoone xogagaala qad jaakum dada waxa idin yimi basairu min rabbikum basairu xujooyin iyo daliila idin yimi min rabbikum ilahayna xaggii saydin ka yimi faman absara falinafsi qofka indha yeesha indhuhu baxaa naftiisa ayuu anfacay way anfacaysaa taas waman camiya qofka ka indha beela daliilada diintu sheegayso facalayha naftiisa indha la-aantu dhibaato ku tahay wamaa ana calaykum bixafiid nebi maxamed oo waxaad tidhaahdaa anigu ma ihin mid idinka idin ilaalinaya ku dheh ee ilaahay baa idin ilaalinaya wakadalika sidaa aad soo aragteen nusarifu laayaat aayadahanu dadka ugu saafsaafaynaa oon ugu cadcadaynaynaa waliyaquuluu iyo si ay u yidhaahdaan darasta adigaa iska soo akhristay walinubayinahu liqowmin yaclamuun iyo si aanu aayadaha ugu cadcadayno cid cilmi leh oo garanaya sidaas weeye oo marka ilaahay uu caddeeyo subxaanahu watacaala towxiidkiisa iyo daliilada ku jira daliilada macnaha muujinaya ayaa dadku waxay yeeleen buu hadba soo bandhigaa dadka kuweebaa diiday oo ceeb iyo eed leh kuweebaa ogolaaday oo ammaan iyo ajriya abaalmarin leh faalladu markaasay daba taalaa oo had iyo jeer dee daliilka diinta ku sugan kitaabkan ku sugan kitaabka caalamka ku sugan dadna wuu anfacaa dadna way eedaano way hareer maraan marka dadkii iimaan laawayaasha ahaa meeshii laga doonayayba umay kicinba meeshii laga doonayay oo intaa inay ku cibro qaataan umabay kicinba laakiin waxay sameeyeen dembi la gala kii ugu weynaa ilaahay baa eedeeyo waa nimankii caabudi jiray cidaan ilaahay ahayn had walbana way jiraan had walba way jiraan gaal wuxuu caabudayaa oo uu ku gaalooba cidaan ilaahay ahayn xaqii ilaahay buu cid kala siiyey marka ilaahay bay shuraka u sameeyeen shuraka xaq buu ilaahay leeyahay u gaara oo ah cibaadada kii bay yidhaahdeen waa lala leeyay keligii male idan markaa shuraka jamcu shariik shuraka waa kuwa ilaahay wax la wadaajiyeen marka aljinnana badal bay ka tahay haddaad isweydiiso talo waxaana ilaahay la wadaajiyeen waa maxay waa jin marka jinku waa makhluuq miskiina ilaahay awooddiisu hoos imanaya ha ku warwareegin waxna ha moodin waxna ha moodin hana ka baqi wa khalaqahum baaba lagu yihi waa jumla xaala ah walxaal khalaqahum isagoo hadda abuuray ka sidan ceebta u sameynaya cid kale caabudayana ilaahay baa abuura kamuu xishoonin kuu caabudaya jinka ana hadda ilaahay baa abuuray bal daciifnimadiisa khaaliqa ahayd inuu caabuday caabudaynu makhluuq caabuda ma ahayn caqliga ilaahay dadka u toosinaya ka seexday wa kharaquu lahu baniina wa banaatin bigayri cilmin kharaqa bimacnaa iftaraa wa kadaba cala allah waxbay ilaahay u maamuleen u amaamudeen oy u soo been abuureen oy u yeeleen wiilal iyo gabdho qaar waxay yidhaahdeen wiilal buu leeyahay oo dee ciisay qaar sheegeenoo cusayr bay qaar sheegeenoo qaar kalena banaat bay sheegeen hablo malaa'igtu waa hablo ilaahay bay yidhaahdeen oo jinka kuwooda qariga ah ayuu ilaahay ka dhalay malaa'igta hablaha ah halkaasay markaa ceebtu ayay ka keeneen waxaynu odhanaynaa inu ku jawaabaynaa waxaa ilaahay una baray subxaanahu wa tacaalaa camaa yasifuun waxaa ay sifaynayaan iska fadhiisa adeer allah yahdiig waxa ay sifaynayaan ayaa ilaahay uu ka nasahan yahay subxaanahu wa tacaala aayaddan dambe arrimaha ay tilmaamayso waa daliiladii daliiladii weeye caddaynayay inaanu ilaahay cid ilaahnimada la yeelan kartaa jirin inaanu ubad lahayn waxay sheegeen oo dhami inuu baadil yahay oo uu been yahay badiicu samaawaati waalard badiic waa kii isagu soo bilaabay bani aadamka adiga jeer wuxuu jecel yahay amaba aanu ka maarmayn markuu wax samaynaya meeluu ka eegto meeluu ka eegtaa buu baahan yahay taasina waa tijaabo u galaya waa xigmad darada waa daciifnimadiisa wuxuu doonaba ilaahay wuu bilaabaa naqshad horuu ka eegtay iyadoona jirin samadii dhulkuna waxaynu arkayna wax u waaweyn weeye kuwaasu isagoon meella ka eeganin amaamuday oo uu soo abuuray su-aal baa lagu weydiiyey waxaa lagu leeyahay awooddaa le anaa yakuunu lahu walad siduu walad u yeelanaya haddaba laba siyood
dee baahiba ma hayso awoodiisu waa taa aad rabto ciriya dhulku abuuray ubad kana baahiba loo samaysta iyo arrinta labaad oo ubad wuxuu ka yimaadaa oori walam takun lahu saaxiba oori u dhiganta oo ilaahay la mida khaaliqa lamidi ma jirtaba walam yakun lahu kufuwan axad cid u dhigantaaba ma jirtaba laysa lahu kamithlihi shay-un وخلق كل شيء نتي هريسيات كينيسا مسورو بيسو مر هدي ليري شيء والبا وابو راي شيء وابو راي نو ادون سدا مسورو بيسو الشيء واما مخلوق بكون نقنا يا اي ادون اما اوبد بكون نقنا يا مر كاله اي اوبد ما ها وحان ابو راي مخلوق بيوي وهو بكل شيء عليم علمي سنسا سو خيل دهر علمي سبا خيل دهر قدرتي سبا خيل دهر ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وإس وضعت كينيا ونوح نحس إله إذا حق سكن نوح نحسنيا ذلكم كين أوادها له الله ربكم أركا التوحيد كداوة على بقى إبادة مدنوة أولوهية مدنوة ربوبية رب النبادة إلهي مرك الله ويدية لا إلهي عالم كان أبورا إلهي من الليل ويا العابودة يا إساقي عيدك لكلين مرك الله بضاها كالرهيبي سيدو الرب ويهي أيو معبودنا ويهي مركا واكا إلهي سراعي ذلكم الله ولي بوحو سوه الرئيسي كي دي دنايانا ألوهية دا إلهي إنو سوه كلق عبادة الله كاسي دي دنايانا لسوه الرئيسي مركا كل هطا دا قوشها إنو يهي ربكم هديد إنو الله يهي معبودك كلق عيها الله نوح كوفة سريا لا إله إلا هو لا معبود بحق في الوجود إلا هو حق عدا لقو عابده وإساقه ويشرا داد بضنا وباضي لقو عابده وإلهي يا له لكن حق السجود بقى لجوع عبدا خالق كل شيء وحيكوت المام يسا إله نما يسجع أيام متيستين مرها تو وح والبا أبو ريو هذا بقى إله عبدا واقع كل هذا تكون قناعة ضاركتي الرمها إن عد كلا أنا شيئا كرين وح على جمر ما إلا ديدي إن ترى آية ذه أي سجيا وعبادة إله معاذ بن النبي الله الله وحده أتدري ما حق العباد على الله معاذ ومتقى أن حق إلهي أضومها وكله هي حق أضومه إلهي كله حق إلهي أضومها وكله هي وحوي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إن كل يعبدان وأنا عدل وذاتين العبادة حق يجو كله يهين إحسانهان إلا وحبه واجب لقوم أي شيء إلهي وحوي إنه أنا عذاب أو تندى قليل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير والدليل الذي سيموتنا يي إلهي إن إله حقا كلية إن له إلهي ما هلالا لكن سقو إن له هو هلالا مركا لو ما فهم يو إلهي لما أركه وإن إلهي لا أركه يو تشنظة أدونك الله ما أركه يا إلهي لكن تشنظة والله أركه يا قرآن كنا وعدي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويعتين وإلهي وحل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتيال ما لنت قيامة وتياش المؤمنين ته ويفتيميا إلهي وذنا ويأركيا ويأيقيا حديث كي صحيحة أصحاب النبي ويدينا وحيلادين آخر إلهي ما أركينا هابوا لا تضامون في رؤية أركتيد إلهي إسكو عريري ميسان سيدة ضيحة هبين كي آيغيسان أيضان إسكو عريري ينين قف ولذا هل كأوتشوغا أبو تشنذا مركو تشوغا إلهي كأركيا ومركة ضيحة أفريطبنا ذهبين كي هل كأوتشوغا إتوس إيو حقو ترا إيو ما إيو حاسم لا قف ولذا هل كيسو بالراحة وكأركيا ساسا إلهي وأركي دوتا لكن ضدك قال ضاهي ما أركض دوناني إيمان الله وياش إلى هاي عذاب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما لنتا قيامها ربي قوة دوالا قحي تشابة ما أركض دونان بقول هاي سبحانه وتعالى بركسا سيبا دليلك وعدين إني مؤمنين تو إلهي تنذك أركض دونان وحيابها أي تنذك هليان وتأمعان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة تتك تنيستي تنوين بيلين ونيس تيوانا قبضيت بيلينو تشنا إياه ديرات وأركتدا أي إلهي تشنا ذا دحليدا كو أركا ياوي آياتو هدفة تأمي ديديني وحويان وحونو إلهي ماشا كسارة إدراك وهناك فرق بين الإدراك والرؤية أركتدا
iyo idraaga farqi baa u dhaxeeya aragtii way inaga soo sheegno daliil ku sheegay waa arkayaan muuminiinta ilaahay laakin al-ayn la tudriku isheenu laakin awoodu ma leh ilaahay inay koobto uu ka weyn yahay subxaanahu wa tacaala ilaahay mid ishaadu ay koobto tan la aanfiyay markaa waata muuminiintu haba arkeen laakiin ishoodu awood uma laha aakhira markay arkaan inay koobto waa macne macnaha kale culimada qaarkood ku fasirayaan waxa weeye muuminiintu ama dadkuba ilaahay adduunyada kuma arkayaan araggan waanfiyo waa kaa adduunyada labadaba isagu wuu ku arkayaa waa ku og yahay wa huwa aladiiful khabiir ladiif waa kii isheenna ka qarsoon ee haddana isagu wuu kaa qarsoon yahay waanu ku arkaya xogaalna wuu ku yahay isagii waa ku arkayaa xogtaadiina wuu hayaa adiguna ma arkays u caabud haddaba sidii mid ku arkaya oo kale alixsaan fi lcibaada allatiif waa kii naxariis badan naxariistiisuna aad bay u badan sidaasi taasina waxay muujinaysaa un ilaahnimada xaq ah ee uu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala qad jaa'akum bashaa'iru min rabbikum waxyaabuu inoogu deeqay waxaa ka mid ah waxyaaba daliila ah oo ilaahay xaggiisa ka yimi isaga ka yimi bashaa'irtu macnaha waa xujaj wa baraahiin dadku markay doodaan cidda daliila unbaa ku xisaabtan leh hadalkooda ku xisaabtan leeyahay marka daliil diinta ku jira ayaa ilaahay ku deeqay marka bashaa'ir waa aragyo maxaa daliilkii arag loogu tilmaamay dee indhaha quluubta maxaa kuu iftiimiyo kuu saara indhaha quluubta waxaa kuu fiiqa daliilka marka bashaa'irtu waa indhihii quluubta oo iminka u taagan daliilkii daliilkii indhaha quluubta kuu yeelaya kuu sameynayabaa ilaahay uu idinku deeqay sidaa daraaddeed baa la yihi faman absara falinafsihi waman camiya facalayha qofka indhuhu u baxaan isagaa faa'iiday qofka isa soo indhatira ee ilaahay u dhagooleeya isu indhatira ee diintiiyo daliilka barbar mara ee qalbi madoobaadka qaadana facalayha naftiisay saarantay ilaahay waxba muu yeelin marka waxay mudanyihin aayaadkaynu akhriyayno iyo aayaadkaynu caalamka ka arkayna qur-aanku inoo tilmaamayo ilaahay baa indhaha bixiye inaynu ka faa'iidaysano indhaha quluubtu ay noogu safaysmaan wamaa ana calaykum bixafiid waqul lahum bay ka dhigantay waxaad nebi maxamed ow dadka ku tidhaahdaa maa ana calaykum bixafiid wardadiyow anigu ma ihin mid raqiibahoo idin ilaalinaya oo lagala xisaabtamaya camaladiina laakiin dee ka raqiibka ah idin ilaalinaya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka fariin nebiga loo farayo dadka weeye intaas oo soo dhex gasha wakadalika nusarifu alaayaat qur-aanku tasriifka erayga aada buu soo celceliyaa tasriifku waxa weeyaan waa gadgadiidda iyo rogrogidda iyo isbedelidda kol shaygii dhinacana lagugu dhigayaa kolla dhinacan kolla dhinacan kol xagga hore kol xagga dambe intabana waxaa looga jeedaa in sida u waafisan wax lagugu sheego laguna qanciyo intaasoo aayadood ba ereygaas uu ku soo noqnoqonaya sidaa aragteen baan wax walba dadkii ugu sheegay dadku wax wax u sheegay u baahan yihiin daliil bay u baahan yihiin tusaale nool bay u baahan yihiin ma marmarsoon karaana intiiba waan siiyey baa ilaahay uu leeyay subxaanahu wa tacaala xujadii waan ku ogay marka halkan ay la socoto waliyaquulu wa facaluu daalika bay ka dhigantay ficilka noocaa had iyo jeer laabulcillaha iyo wowgaasi markuu wada socdo mid xadfan buu daakhil ku yahay ama uu ku sii cadfan yahay wa facaluu daalika sidaasay sameeyeenoo way ku beeniyeen liyaquuluu darast ama wasarafna alaayaati baanu cadcadaynay liyaquuluu si ay u yidhaahdaan oo markii aanu annagu sidaa u cadcadaynay kumabay qancine nebigiiba aflagaadeeyeen waxay ahayd markii ilaahay aayaadihiisa cadcadeeyey inay qancaan ayay ahayd mabay qancine adigii bay kaa hor yimaadeen way ku aflagaadeeyeenoo waxay yidhaahdeen darasta marka aayaduhu ilaahay caddeeyeen natiijaday ka dhexleen waa maxay waa inay aflagaadadaa keeneen waxay yidhaahdeen darasta qirooyin dhowray leedahay laakiin waxa weeye darasta daarasta darasat iminka tan inoo taalla waxa weeye gaaladu waxay ku odhanayaan markay waxyiga dhagaystaan ay arkaan cajaa'ibtiisa darasta waad soo baratay oo waa kuwii odhan jiray asaadiiru alawaliina iktatabaha fahiya tumlaa calayhi bukratan wa asiila waa khuraafaadu soo qortay oo gelinka hore iyo gelinka dambeba waa lagu dul akhriyaya innamaa yucallimuhu bashar bani aadam baa baraya odhan jiray
marka darasta adaa soo akhriyo kutubii hore iyo waxaad ka soo akhrisid si ay taasi meesha uga baxdo hadalka ay yiraahdeen ayaa ilaahay nabiga ummi buu ka dhigay umminimadaasina ammaan bay ahayd waxna ma qoro waxna ma akhriyo bal isagoo waxna qorin waxna akhriyin lana og yahay ayay yiraahdeen waad soo akhrisatay isagoo waxna qoro waxna akhriya maxay odhan lahaayeen way ka sii daraan lahay iminka waxba ma qoro nebigu annabiy alumay haddana waxay leeyihiin darast waa marka sidaa ficilka loo dhigo sida aayaddu ay u taalo qorooyinku waa wada sabciya waa qiro sugan weeye waxaa kaloo iyaduna qiraa daarasta oo calaa wasni faacala ah daarasta waad la soo akhriday weeye wariya war dad baad la soo subcisa darastu aniga akhriyay keligay daarastana dad buu la soo akhriyay wuu soo subciyey cid buu la soo akhriyay daraasat marka la yidhaahdana waxa weeyaan aayadahan uu inoo sheegayaa waa qaar baaliyoobay qaar agasbayra weybay leh daraasat way duugoobeenoo waa laga tegey waa asaadiiru lawaliin sheekooyinkii dadkii hore weeye intaasoo dhan buu gaal qur-aanka u geysto aflagaada ah walinubayinahu liqowmin yaclamuun baa ilaahay wuri dad garanaya oo cilmi leh ayuun baan aayadaha u cadcadaynaya kii jaahilihiina waxaasuu kala hor yimi waxyiga wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وحين أركينا وحين كبل أبينا آيات بقولي اللح يضع آياته كل بدنع إلى هاي ونقول لك سبحانه وتعالى توحيدك يضع لينقوا أبابو لي الله ينرش علي سينيو iyo shirkiga iyo gaalnimada oo laynoo diidan iyo foolxumooyinkiisana laynoo sheegay isaga iyo ehelkiisa marka tawxiidku midhuu leeyahay midho laga goosto hunaaka thimaaru litawxiid tawxiidkan ilaahay uu nafarayo ah in xaqiisa keligii la siiyo midho badan buu leeyahay waxa kow ka ah macrifatullaahi subxaanahu watacaala biasmaa'ihi wa sifaati ilaahay inaynu ku baranno magacyadiisa iyo sifooyinkiisa markaad ilaahay taqaanana dee waad si fiican baad u caabuda midhaha waxaa ka mid a raaxatu nafsi lmuwaxida nafta muwaxidadee qofka muminka ah naftiisu way raaxaysanaysa waayo meeluu ku tiirsado hayaa qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin midhaha waxaa ka mid a tawaaducu nafsi wakhawfuha qofkii ibraaniya maaha waa qof isgaabinaya oo ilaahay isu dhuldhigaya waladiina yu'tuuna maa aatow waqulubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun waanay cibaadaysanayaan haddana way cabsanayaan qofka markaa gaalkiina waa kibraani qofka muminkiina waa mutawaadic wuxuu yahay buu isgaranaya faa'iidooyinka waxaa ka mid a alyaqiinu wadumaaniina kalsooni aada u weyn buu qabaa qofka muminkaa cid la kalsoonii ma jirto degganaanshana uu leeyahay saa daraaddeed baa ilaahay uuri subxaanahu watacaala aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadmainu lquluub iimaankii iyo idminaan buu ilahay israaciyay aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum waa dad mu'miniin oo xasiloon xasilooni bay leeyihin marka xasilooni iimaankaa laga helaa tafriiju lkurubaat waxaa ka mid a faa'iidooyinka tawxiidka kadeedka iyo kurbada adduunka iimaan un baa ilaahay kaaga faydi karaa haddii kale jiq ayaa lagu sii siinayaa fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ila ant subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin nebi ambiyada ka midii wuxuu ka soo qayladoon dirsaday bahalka nibiriga la idhaahdo xayawaanada ugu waaweyn calooshiisa dhexdiisu qaylo ka soo diray wuxuu ku dhawaaqayaana waa tawxiidka faraj deg degaa ilaahay uu siiyey markaad doonayso in ilaahay farajku siiyo tawxiidka hagaaji ashahaadadana badso taxriiru nufuus faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah qofka muwaxidku baa xora qofka kaafirkiina waa addoon weligiiba ha wado haddii uu yidhi anigu ilaahay waan ka xoroobay markuu u sahlan yahay ama dhinacu jini iyo insi baan ka xoroobay hadduu idhaha diin baan ka xoroobay ilaahay baan ka xoroobay naftiisu addoon u yahay afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa
ومذاهب الإباحية مذهبها ما أنت وحو البحر شري نفتو ذو بيع عابدين ووحي هذا وحي أن الدون لبا أن هلا كاسم بيع ضروي بركات هذا دون السين الحروضه وتشين كحروضه ودين سك حروضه نفت هذا كحروضه إلهي عابد كله سبحانه وتعالى. فمرض التوحيد كوحة كمدة يسهل النفوس على فعل الواجبات وترك المنكرات وحي لفرقفك يا واجب يا وحي لو ديده وحي أفضو ذا يكن نين وصمي يكن كتغو وإيمانك يا توحيدك سيادة رادة هدية الدوني سقف لقوتها لقالي كراه وحي نسكو وغان كرنه وحي إلهي وفري أما الدولة دو آي فرت أما شرعي وفري إنه فرية هدى الدوني سيئمان رادة بذان إيمان لهين أمر مفرية منقات توحيد كفائدو إن كيسا وحا كم إذا فيه العدل عدالة نبتا وحا لقاها لقف مؤمنة قف كقال كي عدالة بمره استاد رادد با إلهي وحا الله سبحانه وتعالى قصة اللقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال لماذا ودلم قوي دالين قوي إنه قال وليه هاشكت محكمة العدل ينوع عدالة دي حق هيو القرآن كان إنه شيء إيمان لأنتو إنه يتائي عدالة در هذا هو إلي إلهي وعلى بوابه سبحانه وتعالى وحا كم بذا وحيابها توحيدكم مرها أولي هاي جود النفس والمال قفكو حقوري كرا نفيا نفيس أين كهلي كرا وحاكتي سأقال السمركو إيمان لا يحاكو قنع سيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله مركا قفكو مركو مؤمن يهي مبدأ وامسي يهي نفيا مالبا وبحيا مركا قفكو أين دون ينوحا وقال السنين ونقوره وكمؤمن كاه شعور النفس الموحدة معية الله سبحانه من هذا التوحيد كالله قوستو حكم ذا قفكو مؤمن كاه يوحو درامي وهلك إلهي إنو هايستو مره دو هلك إلهي هستنا وحك الله وواي عيناني تشرين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إلهي مؤمنين تدفاعي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فإذا إن كان صورنا يثمر ضع يمرها توحيد بائس كلا رب سبحانه وتعالى أين أرقنا هذا بسيط وحين قلت البامي توحيد كعدة أقبشي عدة ديدة الله وحري اتبع وحد راعبا ما وحي إليك من ربك وحي إلها حقي سلقاق وحيوه لا إله إلا هو إله حق لقو عابده ما تشري إساق مويان وأعرض عن المشركين إسكاق سيتيتسو كوا قال ذا ولو شاء الله ما أشركوا هدو لهي دون يقال لبابا موس ما يسميين وقدرين وما جعلناك عليهم أذيك كمانا كمانا لغين عليهم حفيظا مدو شوذا إلى لنايا وما أنت عليهم بوكيل من التهيد مد لوحل ساري حق إلى لنتو ذا ولا تسبوا الذين كويها عاينا سلام يدا يدعونا عابديا من دون الله أنت الله كسوكيس وحي إلهي يالو يقالان قالضو أي عابدان إذن كوها عاينا فيسب الله كدبنا إيقنا إنت إذن كد يدان إلهي عايا عدوا عداوة دراديت بغير علم أو علم الآن يجالك وصريت كذلك زينا سدا سنبا نقر حيني لكل أمة ومضول بعملهم بنقر حيني ثم إلى ربهم مرجعه إله هذا حقي سوى هذا مرجعه معنى أمضو هلك أنه قرية وإله يرتيس فينبئهم وحقوا الرمية أو شيء معنى كحسابنا بما كانوا يعملون بحيدتك السمينة يقف والبن عمل كيسي على وعالي وأقسموا بالله دين لا وياشو إلهي بكردارت جهد أيمانهم داره هذا الكيوات كيدو حب الله ما يهارين لين جاءتهم آية هدي معجيسة أتما دو ليؤمنون بها إن الرمين يان الرمين يان بكردارت قل وحاتنا إنما الآيات معجزوينك عند الله إلهي أكتسي هذا نعلم باكينا رغم هايو وما يشعرك محايدين وقيسية دادك مؤمنين تأهو أنها معجزة ذات إذا جاءت مركة أي تماده لا يؤمنون أي يؤمنون إن الرمين يان محاك أكتهين إن أنا الرمين بودوي ونقلب ونقدقدينا أفئدتهم وضنياشو ده قلبية دو ده وأبصارهم إيه إندهو ده أنه قال لبرغ إنه حق كسي جديني نبو لهي
كما لم يؤمنوا به سيدانا يرمينين با أول مرة تنكل كي هرين ونذرهم قال هذا وحانو كغل احتقينانو كدينينا في ضغيانهم كبير كودا يحد قدب كودا يعمهون يغو كو اندلا وكو ريس وحلقوا معاشا يا وحوية التوحيد كي الدين تيلاهي ولا راعه أمر كاسايل هاي والرسول كسيي يوم مضى يساق كامر قال طبعا شيقة أديق اللقوة وحي هذا الراع دا معناه ذو وحوية شرعيقة أصر رأيه والرسول كسر رأيه ومؤمنين تكسر رأيه وعدو الباء كسر رأيه شرعيقة أستاء إلهي اللقوة عبوده يا سبحانه وتعالى عيس شرعيقة كويني نمجر أديق أقل لقوة وحي هذا كل لقن دين كمويني دي أقولنا إنه إلهي كليه سبحانه وتعالى وحيابا إلهي اللقوع عبودا ينو حكمنا إن أمر كيسي شرع كيسي آيات كيسي اللقات إلا إلهي وحول ألا له الخلق والأمر أبور كان إلهي باله أمر كان إساق عليه أبور كينا سيدو اللي يبو أمر كينا اللي يهي وحي قات قال هذا نكسي جيسو قال هتاد مقاشو كتابي الدين تونا راعي ميس لبامدون بين نقونيس إن أتقال لكي ستود إلهي كتاب كيسي كتك يين ذي لها إخر أعضاء وأت كتاب كيس سنة كل قط اسم قبانيس يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين نبي محمد إلهي كب قبالي الله كب قوح ماها سهلا أدوغنا وحديد كرتماه الرسول كي إلهي با إلهي نبي الله إلهي كب قوح قال هيالي الله كب قشد وحي كينيس إن أتقال عاصد إلهي أطيع ذا وأعرض عن المشركين وأساسوين هدو إلهي دون أي شرك ما يسميه نهرا إلهي وقدره يقول شركي يقى لماذا يقى دورتي لكن قدرك الله نهره ودعي إذن فالكتابة سابقة لا سائق قرالك إلهي سابق بوها يوه الرئي يقى سكو مكلفين وإلهي وحوه قالك وحو دوران يا مومن وحو دوران يا مدر وحو دوران يسيق ري قرالك إلهي وسيق ري وقفل يكسعون يا إلا إلهي وحي تجي يوحى صاص عضاء يوحى نعى يوحى نعين إسكت سيبوك سوية. مركي إلهي الله من إسبين كرا الله ما أورن كرا وهدي وقدري حقوق بسنايا. سيدا فرقة أم بدأ قاركود إلى هذا وبقدره سو كم دهدو قدره ميوكو قصبي اختيار بوسية. شو بوسية قرين وجان توجي هاي إلهي سبحانه وتعالى. لكن وحو قد وحو قري ووح والأرض عدون يو إيمان يو. أنت أدون كتيره أيوه لهاي سيوق أيوه سيقري ركاي مكاتي أرضي ذا هذا أتقانيد مددر وحقني جيسي مذولي بقى درجة دي سي أحواشي سواد درس كريس هذا قاعد الإنسان كود قيمة كريس هذا الهتان قانون أنت وحقني جي أرضي جي جي وياه امتحان كسوس عضا أنت سوكيني يا بات بقول كيف بقول بوكيني لأنه حريف بوها كان كلا ضعيف بوها مدد ذلين يسوي حكيني بقول كيف كنتم ومعلن كي مالي والبا حدقي أرضي أرضي دي مركي امتحان كي لقى قاضي ميدو ولي بس دي معلن كسي شيء جايبو نوضي ما معلن كا مركا أرضي دي قعان تقبطيو كنا كوكالوعية كنا أوتوسي مايا أقوان أولها درادين أيو وقسي ورمي إلهي محاضو ملاينيس سبحانه وتعالى وأدرسك حيابين أدرسنا أما سيقي مينا دادك قار كود با مركا لينا دا وارهب الوحن بيو سي أغا وحن سيدي وسي أغا أمبو نعي marka arimahan ilaahay uu qadarayo wax ilmigiisa ka baxsan baan jirin qalinkiisa hore u sii qoray wax waliba siduu dhici doono shar iyo khayr laakiin khayr kana ilaahay uu doonayo waanu sii qadaray waanu ina faray habba ilaykum aliman wina jaleesi shar kana uu sii ogaayo siduu u dhici doono qofkaasi u sameyn doono u dooran doona uu ogaayo uu sii qoray وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وإذن لنا عيسى جاب ديدنا هذا بركوين جه رأوا صار شرحني شيء الله يقانه مشي هذا هي قضاء هي قدرك أيه نهرأوا صار شيءني بركاتني ووحي إلى هاي وقدر أو سيقري يقول أي دورتين وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل نبي محمد ومدي لعلنا يكامان دين وكيلنا كامان دين أنا أريبه هذا مثل لقى راح يسابته ما يقول للي محي سيدا نسميه محي وقالوا بين هذا كتاسكومة على بلاغ باكويا كوكيل كإلالين يرقيب كحفيد كإلهي عمل كوذا نيسقى كأبا المرين دورة لما كقال ضاهي وحيوسوا أشكتوا ذين قريش
نبي محمد أذيرك أبو طالب والدفاع كذي أسئل إسلامين واحد يقول هذا نينا كذا ذيرك أنت أفك وحو كدي قلائيه إله ياشو يذي بعاية معنى هذا وحبا مكران كنيهين أرمها وكشي كيني قرآن كبا وكوا الرميون بعايكو شيقيا نبي قوب قبني ما بطنايا ودي أفك عايكو ما بلارين جريني وحكا شيقان ونبي وحكا شيقيا إله ياشو ذا إثال درهدو ذا ومبعايكو قرآن marka hadii uu deyn waayo inuu salaamiyada yada caayo anaguna ilaahay saanu caayna abina wa iimaan la wayash ila gaalku ma xishoode gaalku ma xishoodo haday iyago waliba aaminsanaa quraaysto iyaga iyo ilaahayashooda ama salaamiyadooda inuu ilaahay abuuray way aaminsanaayeen taa laakiin waxay leeyihiin salaamiyashaydana waanu ku waanu yara dugsanaynaa salaambaynooy ilaahay baa ino wada abuuray markii arintaasi ay timid ilaahay baa ka jawaabay waxa la yiri waxay caabudayaan waxbaha caayna si aanay ilaahay u caayin marka ayadu waxayna baraysaa caayida ilaahay inay tahay wax aad iyo aad u weyn oo qof bani aadam inay kasoo fushaba aanu ahayn islaamna iska daayo marka qofka ilaahay caaya subxaana wa tacaala caay afka ku ballaadhiya gaalka u gaalsan buu noqonayaa weligiiba aan shahaado hadduu aan shahaadanayo oo ilaahay u caayo horey buu ka gaaloobayba miyuu caayila hadduu ilaahay jecel yuu rumaysan yahay waxaynu ka faa'iidaysanaa aayadda in had iyo jeer arrimaha la miisaamo muwaasana bayna almasaalixi waalmafaas wakadalik bayna almafaas wakadalik bayna almasaalix inaynaan ilaawin fiqiga loo yaqaano fiqha almuwaasanaat arrimaha marka la eegayo in la isu miisaamo sharka iyo khayrka dhibka iyo dheefta in dadka loo diido sanabyaashaas oo wax laga sheego waa maslaxada wax wanaagsan wey laakiin wax ka sheegooda ama caayidoodaasi dadka loo diido haasidan qur-aanku ma dee ugu diiday laakiin in la caayo mar hadday keenaysa caayida ilaahay caayidoodii waa la iska daynaya sanabka caayidiisii waa la iska daynaya si kale ubaa dadka loogu diidi doonaa marka arrin kastoo markaynu wanaagga dadka farayno xumaanta u diidayno waa in wanaagga aad farayso dadka aanay ka tegaynin markaad farayso xumaanta aad u diidayso waa inaan xumaan ka weyni ka dhalanayn sida haddaad xumaantii u diido oo iyadii qofka aad u diiday uu ku sii adkaysanaya xumaan ka weynna uu samaynaya si kale looga wareegaya marka al-amru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waxaa loo eegayaa baabka aayaddu ay sheegayso waa in laga reeyaa oon laga darin macnaha ka door waa inay arrintu noqotaa oo aanay ka dar noqonin laxamaad kordhinin kadalika zayannaa likulli ummatin camalahum thumma ilaa rabbihim marjicuhum fayunabbiuhum bima kaanuu yacmaluun waxay tilmaamaysaa dadkan adduunyada jooga qolo walba camalkoodaa la wanaagsan qolo garbay ku leeyihiin inuu camalkooda u wanaagsanaado waa dadka shahaadanaya xaqa ku socda qolona shaydaan baa u qurxiyayo waa dadka baadilka caabudaya si kale haddii loo eego baadil walayaasha qolo waliba iyaga isla hagaagsa waxyaabaha ay codsan jireen waxaa ka mid ahaa haddaad mucjiso noo keento waxaanu ku ballan qaadaynaa inaanu mucjisadaana rumayno qur-aankana rumayno diintana rumayno adigana ku rumayno nebigii asxaabtu waxay yar jeclaysteen in mucjiso la siin lahaa bal si ay ballantan u fuliyaan ilaahay markaa wuxuu sheegayaa gaalku inuu beelaano yahayoo aanu ballanba lahayn waa laga quusinayaa وأقسموا بالله جهد أيمانهم دارتو دي وقت كيد بكل دارتين لإن جاءتم آية لا يؤمنون بها آية دوا معجزة معجزة هذا اهتماده إن الرومينا يعني الرومينا يعني مركا وروا حدو شاكتا معجزوين كإنو إلهي أون هيو آدو آنثين قل إنما الآيات عند الله هدي أي درين كي صوق لأي هام الله أقبلنا إلهي وكتشواب يوحوري وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون marka la halkan waa sila iyo tawkiid macnaheedu nafiga haye lahaan jirtay ma laha marka waxa weeyaan nabiga iyo asxaabtiiba ilaaha u la hadlayaa wuxuu yiri markay deeg kal jeclaysteen anima kama mucjiso la siiyo marmarsooyahooda marmarsiyuba ha hare ayaa ilaahay uu wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey dadkiinan islaamka ah muuminiinta ahow annaha aayaddaas mucjisadaasi idaa jaa'at haddii ay u timaado yu'minuuna inay rumaynayaan maxaa ku ogeysiiyey adigu adigana u codsanaya u doodaye in mucjisada haddii la keenay inay rumaynayaan maxaad ka ogti waxba kama ogin waxba ha u codsanin markaa waa u hadlay
هدي سيدي هذا لقود ده يلا هذا نه وحى أي نقنا يسا بمعنى الله إذا هذا كورس أن هذا كورس وما يشعركم حيد نقيسية أنها أي لعلها آيات داسي وحى يودو ده هاي معجزة داسي إذا جاءت هتيت ما دل لا يؤمنون إن الرومين بوايا لعلها لا يؤمنون حبلا جاي هذا إن الديدان ده إن الديدان أياد عكرتها حبها ودو دينا قراءة قراءة متواتر كتقيب كم بدينا بكسر الهمزة بأخرية وما يشعركم حائد أوغيسيي وشيدة دو دو حبا كما أوغيدين هل كاسي جملة دا سكوها كت إنها معجزة داسي إذا جاءت مركة أي تماده لا يؤمنون مر رمينيا ومستأنف إن تادم بي إذا مركة حرفية شوكس إذا هابا النقوان إنسان لديكو إنها إذا جاءت لا يؤمنون معجزة عصد مركة تماده مر رمينيا وحي لها يتلمامين وإن تروا دقاتري ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إنه هذا هي قلوبته هذا ونقدينا كما لم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة سيدي مركي وربا آني الرميني وحيقي وسي تشتسدين مروال بآني قلبي قوذي أرقوذ سي تشتدين أي وإيمان لآن تي أي دورتين وحي رشا إيمان لآن كلي أما قلبي قوذ ودنه هذا هي إنه هذا ونقدينا نارتان كروك روغي أبدا معلبة ويتشلان ونذرهم في طغيانهم يعمهون بعض الكود يحد جود الكود يكون دلائي وإن دلائان يدق لآن يكبر انت صائص هالشيء وضدني ملاآن والله سبحانه وتعالى عليه.